هذا الوقت نحتاج مثل هذه البرامج، خاصة الآن أنه السوشيال ميديا والإنترنت بأيدي الطلاب وبأيدي الأطفال جميعا، فنحتاج مثل هذه البرامج توعيتهم تثقيفهم، وبإذن الله تعالى حتى لا يدخلون على مواقع مشبوهة أو يشاركون في أشياء بحسن ظن يعني. فأنا أتقدم بالشكر للأخوة في مرافق، وأتمنى بإذن الله تعالى أن يكون باستمرار السنة القادمة. برنامج شركة مرافق لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت. جوالات وآيبادات. بس آيباد. إذا تستخدم الإنترنت صح؟ اليوم تشرفنا بشركة مرافق التي قدمت لنا برنامج ذو صبغة تربوية كان له أثر كبير في توجيه أبنائنا الطلاب لمخاطر الإنترنت